ان اذكر ايضا المناخ الاجتماعي المتوتر نتيجه تفشي الخصاصه والفقر ليبلغ عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر اكثر من مليونين ومن المؤسف بل من غير المقبول ان يكون في تونس اليوم اكثر من, من, من مليوني امي وهي راهنت منذ الاستقلال على رفع الاميه وتوفير التعليم للجميع على قدم المساواه